السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا تتمة للفيديو السابق اللي شفنا فيه تمرين شامل حول درس عمومية حول الدول العددية. جينا غاليتي سيغ لي فونكسيون. في الجزء الاول تعرفنا على الدالتين، يعني الدالتين الاعتياديتين لي دو فونكسيون يوزويل اف اف لا فونكسيون اف كي ديفيني بار اف اكس est égal 3x sur 2x moins 1 ou la fonction g, del g, elle m'a arrafa bimel racine de x plus de j de x zaïd zaïd et nan. Je fais dans mes deux définitions d'yalom, je m'arrête à l'évier qui va se faire de 2a. Tout le je fais notre tableau de variation d'yalom qui va se faire ou à ce tableau de variation, mais je dois être à rayurat. Tout le monde, je fais notre petit d'yalom, la représentation graphique d'yalom les deux fonctions. D'accord? ثم شفنا السؤال اللي مرتبط بالتمثيل المبياني اللي هو نحلو متراجعه مبيانيا. هذا الشيء كله باش دير ليه مراجعه وباش تعاود ترجع يعني تخدم الجزء الاول، غتلقى الفيديو في صندوق الوصف يعني اسفل هذا الفيديو هذا. نتمنى انك تكون تفرجتي فيه وخدمتي الجزء الاول وفهمتيه مزيان، ودابا غادي ندوزو للجزء الثاني اللي مرتبط بلا فونكسيون كومبوزي، الداله المركبه من الدالتين اف و جي. على بركه الله. دونك الداله اش اللي عندنا؟ هادو هما الدول الرئيسيه جوج اف و جي. الداله اللي عندنا حاليا للاسئله مرتبطين بها، دونك اش لاكس كتساوي 3 جي دير اكس زائد 2 على 2 جي دير اكس زائد 2 ناقص 1. السؤال الاول بين ان مونتري كو برومي كيستيون مونتري كو دي دو اش ايتيغال دونك موان 2 موان 7 سيغ 2 union moins 7 sur 2 plus plus l'infini. بين ان دي دو اش مجموع التعريف ديال هاد الداله هادي كتساوي المجال ناقص 2 ناقص 7 على 2 اتحاد ناقص 7 على 2 زائد ما لا نهايه. على بركه الله دي دو اش كتساوي قلنا كنديرو اكس ينتمي لها بحيث اشنو هما لي كونديسيون، اشنو هما الشروط اللي كنعرفو؟ قلت لكم كاينين جوج الشروط. الكسر الا عندك الكسر داكشي اللي تحت كله كاملا خصو يكون كيخالف الصفر، ثم الا عندك الجذر كاع داكشي اللي كاين داخل الجذر خصو يكون موجب. دونك هنا عندي الكسر كاع هادشي اللي كاين لتحت خصو يكون كيخالف الصفر، يعني 2 جذر اكس زائد 2 ناقص 1 تخالف ماذا؟ الصفر. و ثم عندي اكس زائد 2 خصها تكون اكبر من او تساوي اكبر من او تساوي الصفر. نمشيو نخدمو على لي كونديسيون. هنا واحد غادي نديو الجهه الاخرى تعطينا 2 جذر اكس زائد 2 تخالف 1 و اكس اكبر من او تساوي ناقص 2. سينو غادي نجيبو هادي غادي نجيبو هذا الاخر سينو باش كاع ما تلفوهم، حيت كاين اللي الا كانت عنده حدوديه من الدرجه الثانيه وكيخدم هاد الدلتا هنا كتكون العمليه شويه مرونه عنده، هي كتكون مخلطه عنده. دونك كدير اون لدينا كنحلو هذه المعادله بعدا 2 نحولها المعادله اكس زائد 2 ناقص 1 كتساوي صفر تكافي. المهم نحيد هذا لدينا نكتبو لدينا تكافي ماذا؟ شنو غادي نديرو؟ فوالا دونك بدايه غادي ندي واحد لهذا الطرف غتعطيني 2 جذر اكس زائد 2 تساوي 1 ثم فوالا دونك غادي نقسمو على هاد جوج غتعطيني اكس زائد 2 الهدف ديالي هو نلقى القيمة ديال اكس شحال كتساوي 1 على 2. دابا الا بغينا نحيدو الجذر في نظركم شنو غادي نديرو؟ فكر مزيان فوالا دونك غادي نرفعو الطرفين والاستثناء غتعطيني جذر اكس زائد 2 مربع كتساوي 1 على 2 مربع غتعطينا لي ماركور هادو ما عرفت مالهم نشوفو. دونك اكس زائد 2 كتساوي 1 على 4. علاش؟ لان 1 استثناء هي 1 و 2 استثناء تعطينا 4. شنو غادي ندير دابا؟ اكس تساوي 1 على 4 ناقص 2، يعني هادي 2 فيه زايد غيمشي للجهه الاخرى ولا ناقص، الا فيه ناقص يمشي للجهه الاخرى يولي زايد غتعطينا اكس تساوي
تحيط المقام 4 في ناقص 2 ناقص 8 زائد 1 ناقص 7 على 4. يعني هذه المعادلة أو هذا العدد هذا التعبير كيساوي صفر، هذا التعبير كيساوي صفر إمتى؟ إذا كانت إكس كتساوي ناقص 7 على 4. واخا إمتى هذا التعبير ما كيساويش صفر؟ ما كيساويش صفر، فكر مزيان. فوالا، إذا كان إكس ما كيساويش ناقص 7 على 4، يعني هذا يخالف صفر إذا كان إكس مخالفا لناقص 7 على 4. دونك أشنو غادي نلقى؟ غادي نلقى أن الدي دو أش هي جميع الأعداد الحقيقية باستثناء ناقص 7 على 4. دونك هانت دي دو أش كتساوي إكس ينتمي إلى R بحيث إكس يخالف ماذا؟ هذه تخالف صفر متى؟ هذه تخالف صفر متى؟ إذا كان إكس يخالف ناقص 7 على 4، ناقص 7 على 4، و إكس خص يكون كبر من أش؟ من ناقص 2. منين جبنا ديك ناقص 2؟ من هنا الحل ديال هاد المتراجعة، إكس كبر من ناقص 2. دونك شنو غادي ندير؟ عندي إكس كينتمي لـ عدد حقيقي، ولكن خص هاد إكس هذا يكون كبر من ناقص 2، كبر من ناقص 2 وكيخلف ناقص 7 على 4. دونك شنو هي مجموع التعريف؟ هي من ناقص 2 كبر من ناقص 2، كنقصدو بها من ناقص 2 حتى لزائد ما لا نهاية، ويخالف ناقص 7 على 4، يعني غادي نحيدو ناقص 7 على 4، غادي نحيدو 7 على 4، وغادي تولي عندنا مجموع التعريف هي هذه اللي كنقلبو عليها، ناقص 2 ناقص 7 على، أنا راه اعتذر على 4، درتنا على 2. طبقنا دونك ناقص 2 ناقص 7 على 4 اتحاد ناقص 7 على 4 زائد ما لا نهاية. دونك بهذه الطريقة هذه باش كنلقاو مجموعة تعريف الدالة دالاش. غادي يجي السؤال الثاني، غيقول لك مونتخي كو، بين أن اش كتساوي اف غون جي. ها هنا كاين فرق، هنا كاين فرق الله يرضي عليكم، بين إلا قال لك بين لي أن اش لي اكس كتساوي اف غون جي لي اكس، وبين إلا قال لك بين لي أن اش كتساوي اف غون جي، يعني إلا ما كانش اكس هنا. إمتى كيكون عندي تساوي دالتين؟ الفقرة ديال ليغاليتي دو دو فونكسيون. إمتى كيكون دو فونكسيون إيكال؟ شوف مزيان إلا رجعتي الكور ديالك راه غادي تجاوب على هذا السؤال هذا. إمتى؟ دونك إلا كانت عندنا، إلا توفرو دو كونديسيون، أن لي دو فونكسيون خص يكون عندهم ميم دومين دو ديفينيسيون، تكون دي دو اش كتساوي دي ديال اف غون جي، وغنوريكم الطريقة كيفاش كنلقاوها. ثم خص يكون عندهم نفس ليكسبريسيون، يعني أما اش لي إكس كتساوي اف غون جي لي إكس. دونك ملي كدي ملي كيكتب لك هنا اش كتساوي اف غون جي بهذه الطريقة ما فيهاش إكس، يعني هنا ضروري مجبر أنك دير جوج ديال الشروط، تحسب مجموعة التعريف ديال اف غون جي، أما راه ديال اش حسبتيها. ثم تلقى بلي أن مجموعة التعريف ديال هاد الدالة هادي كتساوي مجموعة التعريف ديال اش، هذا الشرط الأول. ثم الشرط الثاني غادي تمشي تحسب اف غون جي ديال اكس، وخص تلقاه كيساوي اش لي اكس، كيساوي هذا التعبير هذا. ولكن إلا كان السؤال هو بين أن اش لي اكس كتساوي اف غون جي لي اكس، فقط كتمشي كدير اف غون جي لي اكس، يعني داك الشرط ديال مجموعة التعريف ما كتبينوش. دونك على بركة الله غادي نحددو، اف غون جي. اشناهي دي دو اف غون جي؟ كيفاش كتحدد مجموعة التعريف مركب دالتين؟ كيفاش كتحدد مجموعة التعريف ديال مركب دالتين؟ غنشرح لك العملية، ببساطة. اشنو كنقصدو باف غون جي؟ اف غون جي دو اكس هي اف ديال جي ديال اكس. اف غون جي دو اكس هي اش؟ هي اف ديال جي دو اكس، ليماج ديال جي دو اكس بلا فونكسيون اف، الصورة ديال جي اكس بلا دالة اف. مزيان، هذا شنو كيعني؟ لاحظ معايا تبع شوية عليك. اكس كينتمي، لدي دو اش، عفوا لدي دو جي، اكس كينتمي لدي دو جي، و جي اكس كلو كينتمي لدي دو اف. اكس كينتمي، لدي دو جي، اتفقنا؟ و جي اكس كينتمي، لدي دو اف. علاش؟ لان ملي كنديرو لا فونكسيون كومبوزي، كناخدو مثلا هذا هو الدومين دو ديفينيسيون ديال جي،
وهذا هو الدومين دو ديفينيسيون ديال اف. وهنا كاين عندنا اغ، اشنو كنديرو؟ كناخدو بداية اكس، ها هو اكس كناخدوه من دي دو جي. علاش؟ لان كنحسبو ليماج ديال اكس باش بلا فونكسيون جي، دونك اكس خصو يكون معرف في مجموعة التعريف ديال الدالة جي. كناخدوه هنا ثم كنطبقو عليه اش، اشنو كندخلو هنا؟ كندخلو عليه الدالة جي. شنو كيعطيني؟ جي ديال اكس. والجي ديال اكس فين معرف؟ فوالا، معرف في الدومين دو ديفينيسيون ديال اف. علاش؟ اللي غنطبقو عليه الدالة اف. هذا هو اللي كنقصدوه بالدالة، بالدالة اف غون جي. اف غون جي مركب دالتين، مركب دالتين، يعني دالة وسط دالة. اتفقنا؟ دالة وسط دالة. دونك هنا نعاود، قلنا كتكون عندي الدومين دو ديفينيسيون ديال جي هو الاول، ثم الدومين دو ديفينيسيون ديال اف على حسب لي فونكسيون ديالك. خدينا اكس من دي دو جي، علاش؟ لان بدايه غادي نحسب الصوره ديال اكس بالداله جي، غادي نحسب الصوره ديال اكس بالداله جي. يعني اكس فين معرف؟ معرف في مجموعه التعريف ديال اش، ديال الداله جي. بحال بحال هاد الداله جي، شوف معايا، بحال عندنا واحد العلبه، واحد العلبه، واحد ديال جي لي اكس، ديال جي اتفقنا، فيها لي زيكس، فيها لي نومبر، فيها لي زيكريك، فيها زد، فيها اي حاجه، فيها 3، فيها غاسين 2. اتفقنا مزيان. هاد العلبه هادي خدينا منها اش، خدينا منها واحد اكس. هاد اكس هذا نعتبره مثلا شوكولاته، ولا نعتبره فانيله، ولا نعتبره شي حاجه. اشنو هو اللوغو اللي غادي نلقاو في داك الجوا ديالو، ديك البلاستيك ديالو؟ شنو هو اللوغو اللي غادي نلقاو؟ غادي نلقاو اللوغو فيه كا جي ديال اكس. يعني اش، شنو كيعني هذا؟ كيعني ان اكس خديناه من الصندوق ديال جي، اكس خديناه من ديك لابواط ديال جي. مزيان، بما ان خديناه من لابواط ديال جي، يعني ان اكس كاين هنا، يعني اكس كاين في الدومي دو ديفينيسيون ديال جي. نعتبرو ان دي هي لابواط ولا شي حاجه بحال هكا. شنو غادي نديرو لهذا؟ غادي نعاودو نحطو فين؟ غادي نعاودو نحطو في الصندوق، واحد الصندوق واحد اخر، ولا واحد السطل، ولا سميه اللي عجبك، ولا كارطونه، ولا سميها اللي عجبك، ديال اف. اتفقنا؟ ديال اف. شنو غادي يولي؟ غادي يولي من العناصر، غادي يولي هنا. وهنا كاينه تاني واحد، كاينه خمسه، كاينه اربعه، كاينه ايكغيك، كاينه مثلا زد، كاين. دونك هذا خدينا اكس من هنا، يعني خديناه من جي، ثم غادي تغلف بهاد الجي، هادي غتولي بحال جي لي اكس، ثم غادي نديرو في اش، في اف، في لابواط ديال اف. ثم غادي نعاود ناخدوه، غادي نعاود ناخدوه باش غنلقاوه مغلف. هاد جي لي اكس، هاد جي لي اكس غادي نلقاوها مغلفه في اف، وغتولي عندنا اف ديال جي ديال اكس. اشنا هي الشركة، او لا شنا هي؟ مناش الى بغينا نشوفو مثلا هاد اكس هذا، مناش جا، اشنا هي الصيرورة؟ مناش داز، داز من جي ثم داز من اف. كنقولو بلي انه داز من مركب، من مركب الدالتين فوا جي، داز من مركب الدالتين فوا جي، يعني داز منهم جوج. اكس خدينا في الاول من جي، من دومي دو ديفينيسيون ديال جي، اتفقنا، ولات عندو جي ليكس. ثم هاد جي ليكس حطيناه، حطينا في هاد الكرتونة هادي، حطينا في هاد الكرتونة هادي، ولا السطل، ولا سميها اللي عجبك. اشنو تولي عندي؟ تولي عندي اف ديال جي لي اكس، اف ديال جي لي اكس، اتفقنا. دونك الى بغينا نشوفو دابا دومي دو ديفينيسيون ديالها، نرجعو شوية للماط. دومي دو ديفينيسيون ديالها، هاد اكس هذا منين خديناه؟ منين خديناه؟ خديناه من دي دو جي، يعني اكس غطغطيا ا دي دو جي. ثم عطانا جي لي اكس، عطانا جي لي اكس. هاد جي لي اكس هذا منين خديناه؟ خديناه من دي دو اف، جي لي اكس غطغطيا ا دي دو اف. بهاد الطريقه هادو هما لي كونديسيون باش نقولو ان اكس غطغطيا ا دي دو اف غون جي. الا كانت جي غون اف راه كيتعكسو، كانت جي، كانت اف هنا عاد جي، كدير اكس كينتمي لدي دو اف، و اف لي اكس كينتمي لدي دو جي، فقط كتعكسهم. دونك ناخدو دابا هاد لي كونديسيون هادو،
ونشوفوا كيفاش نخدموا بهم في هذا التمرين هذا باش نلقاو الدومين دو ديفينيسيون. دونك نهار الفرض انت شنو غادي دير؟ عند عمليه سهله، غتقول دير بحال اكس، هنا اكس كينتمي لدي دو جي، وجي لاكس كينتمي لدي دو اف. داكشي غادي بالترتيب بحال شوف، عندنا اكس، عندنا جي، عندنا اف، ثم عندنا مثلا اش. شنو غتقول؟ غتقول اكس فين كاين؟ يلا زيد، اكس كاين في دي دو جي، جي دو اكس فين كاين؟ كاين في دي دو اف، اف دو جي لاكس فين كاين؟ كاين في دي دو اش. اتفقنا؟ اكس كينتمي لدي دو جي، جي لاكس كينتمي لدي دو اف، اف لي جي لاكس كينتمي لدي دو اش. ديما ديك كنبداو من الداخل وحنا خارجين. دونك شنو غتعطينا؟ ناخدو لي كونديسيون لي عندنا كتساوي، دونك هادو هما لي كونديسيون بجوج، كتساوي دونك اكس كتنتمي ل ار بحيث ماذا؟ شنو هي دي دو جي؟ نرجعو للجزء الاول، دونك دي دو جي نكتبوهم هنا الفوق، دي دو جي هي موان دو بلوس لانفيني، فوالا موان دو بلوس لانفيني، ثم عندنا فوالا اف هي هادي، دي دو اف قلنا هي ار باستثناء واحد على جوج. رجعوا للجزء الاول راه فيه كيفاش حددنا مجموعه التعريف ديال الدال اف والدال جي. دونك شنو غادي ندير؟ اكس كتنتمي لدي دو جي، يعني اكس كتنتمي، اكس كتنتمي للمجال ناقص اثنان زائد ما لا نهايه، وعندي جي لي اكس. شنو هي جي لي اكس؟ جي لي اكس هي جذر، اكس زائد اثنان، خاصنا نخليوها غير جي لي اكس من بعد نخدمو عليها، كتنتمي لدي دو اف اللي هي ار باستثناء واحد على جوج، ار باستثناء واحد على جوج. دابا شنو كنقصدو؟ دونك عندي اكس كتنتمي لها، شنو كنقصدو باكس ينتمي الى ناقص اثنان زائد ما لا نهايه؟ فوالا، دونك اكس اكبر من او يساوي ناقص اثنان، الا كانت ناقص ما لا نهايه عدد يعني اصغر، كانت عدد بلوس لانفيني يعني اكبر من هذا العدد. اشنا هو جي لي اكس؟ جي لي اكس ينتمي الى باستثناء واحد على جوج. شنو كيعني؟ كيعني ان جي لي اكس يخالف، جي لي اكس يخالف واحد على جوج. ديما الى عندك هنا فينا نكتب، دونك الى عندك مثلا جي لي اكس ولا اف لي اكس ولا اون جينيرال، الى عندك شي حاجه كتنتمي ل ار بريفي دان نومبر، هذا كيعني ان هاد الحاجه هادي تخالف هاد العدد هذا. الا كانوا جوج الاعداد دونك كتخالف الاول وكتخالف الثاني، كتخالفهم بجوج. ها هي دونك جي لي اكس كتنتمي ل ار باستثناء واحد على جوج، كيعني ان هادشي اللي كاين هنا انا عندي هو جي لي اكس مالو يخالف هاد العدد اللي عندي هنا، دونك كيخالف واحد على اثنان. دونك اكس كتنتمي ل ار بحيث اكس اكبر من ناقص اثنان. جي لي اكس شنو هي جي لي اكس؟ شنو هي جي لي اكس؟ هي جذر اكس زائد جوج، دونك جذر اكس زائد جوج تخالف واحد على اثنان. اتفقنا؟ دونك شنو غتعطينا؟ غتعطينا اكس ينتمي لها بحيث اكس اكبر من ناقص اثنان. و دائما الى عندك معادله ممكن تكتبها على برا، ممكن تحلها على الاقل الا كانت عاديه، الا كانت بسيطه، غادي نرفعو السيدنا غتعطيني اكس زائد جوج كيخالف واحد على اربعه، كيخالف واحد على اربعه. دونك في النهايه غتعطينا اكس كينتمي ل ار بحيث اكس كبر من ناقص جوج، و اكس يخالف واحد على اربعه ناقص جوج. هاد جوج نديوها للطرف الاخر غتعطيني ناقص سبعه على اربعه. لاحظ معايا اكس كتنتمي لك، شوف دي دو اش، اكس كتنتمي لها بحيث اكس تخالف ناقص سبعه على اربعه، و اكس كبر من ناقص جوج، يعني نفس مجموعه التعريف، نفس مجموعه التعريف. دونك نكتبوا النتيجه النهائيه، اذا اولا ندير مباشره تساوي ناقص
اثنان كبر من ناقص اثنان، يعني من ناقص اثنان حتى لناقص سبعة على أربعة، اتحاد ناقص سبعة على أربعة زائد ما لا نهاية. علاش؟ لأن قلنا إكس راه كبر من ناقص جوج. شوف معايا بالنسبة لي ما عرفش كيفاش يحدد هذا الشيء. عندك إكس بداية كينتمي لها، إكس كاين من موان لانفيني تال بلوس لانفيني، هادشي اللي عندي في الأول، إكس كاين من موان لانفيني تال بلوس لانفيني. ولكن إكس من بعد جا واحد الشرط قال لك أسيدي هاد إكس هذا خصو يكون كبر من ناقص جوج. شنو كنقصدو بكبر من ناقص جوج؟ يعني من هنا حتى لبلوس لانفيني، ولكن ما خصوش يساوي ناقص سبعة على أربعة. ناقص سبعة على أربعة هاد العدد هذا خصو يخرج. كيفاش كنخرجوه؟ كنخرجوه بهاد الطريقة هادي، يعني كندير من ناقص اثنان حتى ناقص سبعة على أربعة، ثم من ناقص سبعة على أربعة حتى لبلوس لانفيني اللي هو مجموع هاد التعريف اللي عندنا. ممكن نديرو هنا نكتبو، نعاود نكتبوها كاع، دي دو اف غون جي كتساوي إذن ولا دونك. اشنو بينا دابا؟ بينا داك الشرط الاول اللي قلت لكم تساوي دالتين باش يكون هاد الجوج متساويين، ان دي دو اش كتساوي دي دو اف غون جي. دو دي دو اش ايتيغال دي دو اف غون جي. عندنا نفس مجموعة التعريف. ندوزو للشرط الثاني اللي هو خص يكون عندهم نفس التعبير او الفرق ديالهم يكون كيساوي صفر. دوزيام كونديسيون، غادي ناخدو دابا سوا اكس ابارتيان ا دي دو اش ولا دي دو اف غون جي. قلنا بما ان التساويين راه بحال بحال، قلنا اشنو غادي ندير دابا؟ بغيت نبين ان اش لي اكس كيساوي اف غون جي لي اكس. اشنو هي اف غون جي لي اكس؟ عطينا هاد الماركر هادو. اشنا هي اف غون جي ليكس؟ هضرنا عليها دابا، هي اف ديال جي ديال اكس. اف غون جي ليكس هي اف ديال جي ديال اكس. مزيان، غنوريكم تاني واحد القضية بالنسبة لهنا. بحال عندك الضيف، الضيف والمضيف، اتفقنا الضيف والمضيف. الضيف هو ديك لا فونكسيون اللي كتستقبل ديك لا فونكسيون اخرى، حيت كنديرو مركب دالتين، وحده كتكون رئيسيه وحده كتجي كتدخل وسط منها، كتدخل وسط منها. دونك باش تحسب هاد ليكسبريسيون هادا راه عمليه بسيطه، ماشي شي حاجه اللي هي معقده. دونك كتكون عندنا الضيف والمضيف، نسميهم نعتبروهم هكا. شكون هو الضيف؟ شكون هو المستقبل؟ المستقبل هو اف، الزائر هو جي. يعني شنو غادي ندير؟ ها انت غادي تمشي لاف، هادي هي الدالة الرئيسية. غتمشي لاف غتاخد التعبير ديالها. شنو هو التعبير ديال الدالة اف؟ شوف الفيديو الأول، هو تلاتة إكس على جوج إكس ناقص واحد. تلاتة إكس عدد ديال الدالة اف، هذا هو التعبير ديالها. شنو غادي ندير دابا؟ غادي بحال هاد إكس، هاد إكس اللي كاين هنا نورمالمون. شوف معايا، أنا عندي اف ليكس كيساوي هذا التعبير هذا، ولكن انا مبغيتش اف ليكس، بغيت اف ديال جي ليكس. بحال هاد اكس كنلبسو ليها الجي، كنغلفوها بالجي. فيما كانت اكس غندير ليها الجي، وكتولي عندك العملية سهلة. فيما كانت اكس كتمشي لاف ليكس، فيما كانت اكس كتغلف ليها كتلبسها الجي او كدير ليها الجي ليكس. دونك شنو غتعطيني؟ شنو غندير دابا؟ غادي نعوض جي ليكس بالتعبير ديالها، والجي ليكس راه عندنا هو جدر اكس زائد 2 غاصين ليكس بلس 2. شنو غتعطيني؟ غتعطيني 2 غاصين دو اكس بلس 2 موانز 1، 2 غاصين دو اكس بلس 2 موانز 1. وهذا هو التعبير ديال اش. شوف اش ليكس كتساوي 3 جدر اكس زائد 2 على 2 جدر اكس زائد 2 ناقص 1، يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. كتساوي دونك، ندير هنا دونك اش لي اكس ايتيغال اف غون جي لي اكس. دابا انطلاقا من الشرطين ان الدالتين اش و اف غون جي عندهم نفس مجموعة التعريف وعندهم نفس التعبير، نقول ان الدالتين متساويتين. اون دي كو لي دو فونكسيون سون ايغال، اون دي كو لي دو فونكسيون سون ايغال. وهذا هو الهدف ديالنا من هذا السؤال، هذا هو الهدف ديالنا من هذا السؤال.
Donc, vient d'où? H est égal à F rang G. Donc, H est égal à F rang G. Donc, ici, on va faire le sujet. Le moelle, les lois déterminer l'image des deux intervalles moins 2, moins 7 sur 4, moins 7 sur 4 plus l'infini. Donc, on va faire le sujet. Le moelle. بالنسبه لنا واخا يقول لك السؤال الموالي مثلا ديتيرميني غرافيكمون لي زيماج ديال لي انترفال بين تاخذهم غير من طابلو دو فارياسيون الا عرفتي كيفاش تاخذهم من طابلو دو فارياسيون غيكون افضل هنا غادي نضطر انني نعاود نرسم لي طابلو دو فارياسيون لانني غادي نخدم بهم نذكروا بداك الشيء اللي شفناه في الحصه الفايته هنا السؤال دونك 3 بغيت ندير Donc déterminons les marqueurs à droite déterminons G de moins 2 moins 7 sur 4 de moins 2 moins 7 sur 4 donc on a donc G de moins 2 moins 7 sur 4 donc on va besoin le tableau de variation de G via la fonction g. Donc la fonction g, tableau de variation, via là. Alors, la vidéo, ça veut dire que moins 2 plus l'infini, x, g, va du coin, croissante ou moins 0, et voilà. Je vais vous donner l'image. Pour déterminer l'image d'un intervalle par une fonction, d'abord, on va les variations de la fonction avec l'intervalle. D'abord, on va voir la variation de l'intervalle. علاش لان الا كانت داله تزايديه راه كنحافظوا بدايه على الترتيب ديال طرفي المجال الا كانت تناقصيه الترتيب ديال طرفي المجال كيتغير شنو كيعني هذا كيعني ان الا كانت مثلا بغيت نحدد ليماج ديال انترفال ا بي مثلا بلا فونكسيون اف وكانت عندي لا فونكسيون اف كروسونت كانت تزايديه في هذا المجال شنو غادي تعطيني ليماج غتعطيني اف دو ا f de b الا كانت ديكروسونت يعني سهم هاض في هذا المجال هذا هذاك غتعطينا في هذه الحاله f de b f دو f de b f دو يعني طرفي المجال غادي تعكسو طرفي المجال غادي تعكسو دونك هنا شنو غادي ندير ضروري نحدد لي فارياسيون دونك لدينا نكتب بالعربي ولا بالفرنسي بحال الاخوان قلنا f est croissante sur l'intervalle sur moins 2 mais chef à point g voilà la fonction moins 2 moins 7 sur 4 donc je nous raconte l'image d'iel moins 2 moins 7 sur 4 la fonction d'iel il y a moins 2 on a juste un appel sur l'arbre la croissante je nous raconte les variables je nous raconte l'image d'un intervalle Très bien, voilà. G de naqis juge, G de moins 2, G de moins 7 sur 4. Puisque non, l'image, mais je qu'il y a la fonction définie pour moi, moins 7 sur 4, on a au moins l'intervalle ouverte. Donc l'image de moins 2. Sur la naqis juge, la 4 c'est la fonction d'iel. Donc 0. الصوره ديال ناقص 7 على 4 سير رجع لا فونكسيون ديالك رجع لا فونكسيون جي اللي هي جي ديال اكس زائد 2 عوض بناقص 7 على 4 دونك غتعطينا ناقص 7 على 4 هانتوما نحسبوها هنا نحسبوها في الوسخ اكس زائد 2 ها هي لا فونكسيون ديالك بغيتي تحسب الصوره ديال ناقص 7 على 4 4 في 2 8 8 ناقص 7 8 ناقص 7 1 1 غتعطيك جذر 1 على 4 اللي هي 1 على 2 دونك غتعطينا 0 1 sur 2. Prenons 0. 1 sur 2. Tout le monde. Là, dans l'arabie, les gens de l'arabie, on va écrire là. On va écrire là. G. Tazayudia. Tazayudia. Allez, le majeur.
إذان وغتخدم الصورة ديال المجال ديالك. نفس الطريقة في المجال الثاني، طبقنا نفس الطريقة في المجال الثاني، خليو هنا سباس نديرو 0 1 سيغ 2، قلنا جي إكخواسونت سوغ لانتيغفال دونك ليماج الثاني هو موان 7 سوغ 4 موان 7 سوغ 4 بلوس لانفيني، اتفقنا؟ موان 7 سوغ 4 بلوس لانفيني، دونك عندي لا فونكسيون ديالها هو موان 7 سوغ 4. كاين اللي ما غادي ما غاديش يعرف فين هي ناقص 7 على 4، دونك هي هادي ناقص 7 على 4. من ناقص 7 على 4 حتى بلوس لانفيني راه لا فونكسيون ديالي كخواسون، يعني الداله ديالي تزايديه. دونك شنو غادي ندير؟ دونك الصوره ديال هذا المجال هذا ناقص 7 على 4 بلوس لانفيني هو اش؟ هو اف ديال او جي عفوا ديال ناقص 7 على 4 ثم هنا بلوس لانفيني. هنا راه كتكون واحد بلوس لانفيني بلا ما هي ما كتسماش الصوره ديال بلوس لانفيني، لا ماشي ليماج ديال بلوس لانفيني، هنا كنخدمو بلا ليميت بويسكو نتوما مازال ما درتو الكور ديال لا ليميت، دونك هنا غنعطيو ناخدوها بلوس لانفيني. اشنو هي الصوره ديال ناقص 7 على 4؟ راه حسبناها هي واحد على جوج بلوس لانفيني. دونك بهاد الطريقة باش كنحددو صورة مجال بدالة، صورة مجال بدالة. ندوز دابا للسؤال الأخير اللي فيه إتيدي لي فاغيسيون دو اش سيغ لي دو انترفال موان دو موان سات سيغ كاتر و ان سيغ دو بلوس لانفيني. دونك هنا غادي نشوفو كيفاش كنحددو لي فاريسيون دو لا فونكسيون كومبوزي، لي فاريسيون دو لا فونكسيون كومبوزي. دونك باش تحدد لي فاريسيون دو لا فونكسيون كومبوزي اشنو غادي دير؟ اول حاجة غادي ترسمو واحد الخططة بسيطة، غادي ترسمو واحد الخططة هادي اللي غتعاونك في الخدمة ديالك. هاد الخططة هادي شنو غادي ندير فيها؟ انا بغيت اش؟ بغيت لي فاريسيون دو لا فونكسيون، بغيت لي فاريسيون دو لا فونكسيون اش لي هي اش؟ h اللي كتساوي f غون g. دونك شكون هي اللي كتسبق؟ قال لك كتسبق لا فونكسيون g، دونك هنا غادي دير g وهنا غادي دير f، هنا غادي دير g و f، ثم هنا كتبدا بالانترفال الاول اللي عندك اللي عطاوك هما. اشنو هو الانترفال الاول اللي بغينا نحددو فيه لي فاريسيون؟ هو ناقص 2 ناقص 7 على 4، راه كيكون عندك نفس السؤال، ناقص 2 ناقص 7 على 4 مزيان. وهنا شنو غادي ندير؟ ركز مزيان، فوالا غادي نديرو جي ديال هاد الانتيغفال، الصورة ديال هاد المجال بالجي، فين غنلقاوها؟ ها هي، جي ديال ناقص جوج ناقص 7 على 4 ديجا حددناها هي صفر، واحد على جوج، صفر واحد على جوج، دونك زيرو أن سيغ دو. دونك شنو كتقول لك دابا القاعدة؟ كتقول لك الانتيغفال موان دو موان 7 سيغ 4 يعني الفونكسيون اف غون جي، اشنو خصك دير؟ خصك تشوف لي فاريسيون ديال جي في هذا المجال، ثم تشوف لي فاريسيون التغيرات ديالها في هذا المجال، تشوف التغيرات ديالهم يعني واش تزايديه ولا تناقصيه وما الى ذلك. دونك هنا غادي نحتاجو لي دو طابلو دو فاريسيون جدولي تغيرات دالتين اف واش جي ديال جي راه عندي تما ديال اف، غادي نعاود نديرو هنا الفوق راه فيه 1 سيغ 2 فيه موان لانفيني بلوس لانفيني، ثم قلنا على ما اعتقد دونك موان 3 موان 3 دونك غتعطينا ديكروسون ديكروسون الا كنت عاقل على فوالا ديكروسون ديكروسون هادي هي اف. شوف معايا دابا، شوف معايا الله يرضي عليك، غادي تمشي للطابلو دو فاريسيون ديال جي جدول التغيرات الداله جي، ها هو غتمشي للمجال ناقص 2 ناقص 7 على 4، ها هو شنو كتلاحظ؟ ساهم طالع، غتجي لهنا وغدير ساهم طالع، هادشي راه كدير غير في الوسخ باش تنظم الافكار ديالك، يعني ان الداله جي تزايديه على هاد المجال. نمشيو دابا للطابلو دو فاريسيون ديال اف، ها هو صفر واحد على جوج، ما عنديش صفر هنا دونك غنديرها ها هي من صفر حتى لواحد على جوج، كتلاحظ ساهم هابط، اتفقنا؟ هذا شنو كيعني؟ كيعني ان الداله جي تزايديه على هاد المجال والداله اف تناقصيه على هاد المجال. القاعده تقول الا كانت عندنا اف و جي عندهم دو سونس دو فاريسيون ديفيرونت، وحدة طالعة وحدة هابطة، لا فونكسيون كومبوزي كتكون هابطة. إلا عندنا ميم سونس دو فاريسيون يعني طالعين بجوج أو لا هابطين بجوج، هادي كتكون طالعة. دونك عقل مزيان، لا فونكسيون كومبوزي الدالة المركبة كتكون طالعة إمتى؟
الا كانت عندك هنا جوج كلاسون طالعين او جوج هابطين، بحال ديك القضيه الاشاره ناقص مع ناقص كتعطينا زائد، الا كانوا مختلفين هذه كتكون ديما هابطه. بقى لينا دابا هذا الشيء اللي درناه هنا في الوسخ ديالنا نكتبوه. ها انت قلنا جي اي كرواسون سام طالع، يعني كرواسون صحاب العربيه راه غادي نكتبوا دابا الترجمه ديال هادشي، كرواسون سور لانتيرفال موان 2 موان 7 سور 4. وشنو عندنا تاني بالنسبه لاف؟ اف اي دي كرواسون اي دي كرواسون سور لانتيرفال 0 1 سير 2 0 1 سير 2. دونك شنو استنتجنا؟ اف رونجي اي décroissante sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins 2 moins 7 sur 4. Sur l'intervalle moins 2 moins 7 sur 4. شنو كيعني هذا؟ دو h بما ان هادو متساويين يعني عندهم نفس لو سونس دو فاريسيون اي décroissante sur l'intervalle moins 2 موان 7 سور 4 موان 2 موان 7 سور 4. بالنسبه لصحاب العربيه، بالنسبه لصحاب العربيه لدينا جي تزايديه على المجال ناقص 2 ناقص 7 على 4 و اف تناقصيه على 0 1 على 2. اذا اف غون جي تناقصيه على المجال ناقص 2 ناقص 7 على 4 ومن اش تناقصيه على المجال ناقص 2 ناقص 7 على 4. نمشيو دابا للمجال الاخر اللي هو ناقص 7 على 4 بلس لانفيني موان 7 سو 4 بلس لانفيني. دونك بنفس الطريقة بنفس الطريقة غادي نخدمو هاد المجال هنا. دونك غادي ندير نفس الخطاطة وغادي نعاود نشرحها، دي فقط كتنظم بها الافكار ديالك، فقط كتنظم بها الافكار ديالك. قلنا اف غون جي شكون اللي يسبق؟ فوالا غتسبق جي. شكون اللي يتلى؟ ثلاث. ثم هنا اش كنكتب؟ كنكتب المجال اللي معطي ليا في التمرين اللي هو ناقص 7 على 4 بلس لانفيني. شنو هي الصوره ديالو؟ يلا حسبناها، هي 1 على 2 بلس لانفيني بهذه الطريقه هذه. ثم كنمشي لطابلو دو فاريسيون، قلنا جي راه اصلا كرواسونت راه شفناها قبل. نمشي دابا لهذا المجال 1 على 2 بلس لانفيني، شنو كتلاحظ؟ ديكروسونت. دونك اف هي ديكروسونت في 1 على 2 بلس لانفيني. عندي دو سونس دو فاريسيون ديفيرونت، جوج ديال المنحنيات جوج ديال منح التغيرات اللي مختلفين. دونك شنو غادي ندير هنا؟ هذه كتكون ديكروسونت. بقى لي نكتب هذه المره الاخوان هذا درته بالفرنسيه، نكتب دابا باش ندير التوازن ما بين المخاطر لكل شيء. دونك غادي نكتب دابا بالعربيه. لدينا جي، لدينا جي تزايديه على المجال ناقص 7 على 4 بلس لانفيني. ها هي تزايديه على ناقص 7 على 4 بلس لانفيني. و اف تناقصيه على المجال واحد على جوج بلس لانفيني. اذا دالة اف غون جي تناقصية، بما ان عندنا هنا تزايدية تناقصية دونك غادي تكون تناقصية على المجال ناقص 7 على 4 بلس لانفيني، ناقص 7 على 4 بلس لانفيني. ومن اش غادي ماركو لهنا صغوني اليوم، ومن اش تناقصية على المجال ناقص 7 على 4 بلس لانفيني. وبهذه الطريقة هذه كنديرو تغيرات مركب دالتين، يعني راه ماشي شي حاجة الإخوان اللي هي صعيبة ومستحيلة. دونك بقى لينا السؤال الأخير أو ما قبل الأخير اللي هو جدول تغيرات الدالة اش. راه هنا ماشي غتمشي تحسب شي حاجة أخرى جديدة ولا فاريسيون وما إلى ذلك، لا، هاد الملخص هاد الخلاصة اللي وصلتي ليها والنتائج اللي وصلتي ليها تسقطهم في واحد الجدول.
Tableau de variation de H. Tableau de variation de H. شنو غادير في الطابلو دو فاريسيون دو اتش؟ دونك عندي اكس، دونك عندي اتش. لا فونكسيون اتش فين معرفه؟ راه درنا الدومين دو ديفينيسيون ديالها من الاول. دونك من ناقص جوج حتى ناقص 7 على 4، ومن ناقص 7 على 4 حتى بلوس لانفيني. وقلنا ان ناقص 7 على 4 خرجناه، درنا ناقص جوج حتى ناقص 7 على 4 مجال مفتوح، هذا كيعني ان هاد الداله اتش ما معرفاش في ناقص 7 على 4. ثم لي فاريسيون اللي خديناهم، التغيرات اللي خديناهم شنو هما؟ من ناقص جوج حتى ناقص 7 على 4 شنو لقينا؟ لقينا اش تناقصيه، ها هو ديك كروسونت. ومن ناقص 7 على 4 بلس لانفيني لقيناها تناقصيه ديك كروسونت بهذه الطريقه هذه. اتفقنا بهذه الطريقه هذه. ثم غيقول لك اعطيني لا فالوغ ماكسيمال، لا فالوغ ماكسيمال القيمه القصويه اللي الداله اش على المجال ناقص 2 ناقص 7 على 4 اللي هي الصوره. الصوره غتحسبها الصورة ديال ناقص 2. منين غنجيب انا الصورة ديال ناقص 2؟ غدير اش ديال ناقص 2 عادية، ماشي شي حاجة اللي صعيبة. اتفقنا؟ دير اش ديال ناقص 2 اللي غتعطيك اش ديال ناقص 2 غتعطيك إلا حسبناها غتعطينا ناقص 2 زائد 2 غتعطينا صفر ديريكت. اتفقنا؟ دونك اش ديال ناقص 2 اللي كتساوي صفر، هذه هي لا فالور ماكسيمال. دونك بهذه الطريقه هذه كنجاوبوا على تمرين، يعني تمرين شامل في الدرس ديال عموميات حول الدوال جينيراليتي سور لي فونكسيون. هذا النموذج الاول ديال الفرد المحروس. النموذج الثاني ان شاء الله تعالى غادي يكون غدا على باذن الله تعالى. ثم النموذج الثالث غادي يكون غدا بالعشيه ولا يوم الاثنين ان شاء الله تعالى. شكرا لكم، الى فيديو لاحق، ونتمنى انكم ديروا لايك وانكم ديروا ابوني في لاشين ديالنا، على اساس وقت ما وصل شي درس ودير زر الجرس، وقت ما لحقت شي درس او لا شي حاجه ما نحتاجش باقي انني نبارطاجي، وانما غادي يوصلك كل جديد. وقت ما لحقتو ان شاء الله تعالى غادي يوصلك الجديد حتى لعندك. شكرا لكم، الى فيديو لاحق.